لا ما فيش تاني. مش تاني. متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا وسهلا بحضراتكم في بث مباشر جديد من الاسكندرية. احنا بنتابع معاكم حديقة حيوان اسكندرية. النهاردة اقبال كبير على الحديقة في اول ايام عيد الفطر المبارك، وفي جولة في يعني منطقة النسانيس لقينا نادية. نادية دي احدث مولود في الحديقة، وزي ما احنا شايفين مامتها مخبياها وخايفة عليها جدا، ومش عارفين نصور نادية خالص. نادية عمرها اسبوع واحد واحدث مولودة، احدث مولودة في حديقة حيوان اسكندرية. يعني دي نادية اهي في حضن مامتها ومش عايزة تسيبها خالص، وبتخبيها من الزائرين والوافدين وخايفة عليها جدا. ده احنا هنا قدام، يعني ده اسمه نسناس عبلنج سوداني، وموطنه الاساسي في افريقيا. الغريب هنا ان يعني ليه طابع خاص في الحمل والولادة، يمكن تقريبا شهور، يعني خايفة عليها جدا وبتجري بيها. يعني زي ما قلنا لحضراتكم ان نسناس العبلنج موطنه الاصلي في افريقيا، وليهم يعني حاجة مختلفة جدا ان فترة الحمل 5 شهور ونص، والفطام بعد 6 شهور، ومتوسط عمر النسناس العبلنج من حوالي 11 عام الى 13 عام، وسن البلوغ عنده من حوالي 3 سنين إلى 5 سنين. ادي نادية اهي ظهرت تاني في حضن مامتها. مامتها كل ما نيجي نصور تخبيها وخايفة عليها جدا. نادية عمرها اسبوع، احدث مولودة في حديقة حيوان اسكندرية، وزي ما قلنا لحضراتكم يعني مامتها خايفة عليها جدا وبتجري بيها. و نادية يعني زي ما قلنا لحضراتكم ان متوسط العمر لنسناس العبلنج من 11 ل 13 سنة، والبلوغ من 3 سنين إلى 5 سنين، ده بيكون سن البلوغ. الوزن يعني متوسط بيكون للذكر 4.5 كيلو وللأنثى 3 كيلو. بالنسبة للتغذية حيوان النسناس العبلنج بيتغذى على البيض والحشرات والزهور ومختلف أنواع الفاكهة وبعض الخضروات زي يعني الجزر والخس. يعني نادية نايمة في حضن مامتها خالص. أحدث مولود في حديقة حيوان اسكندرية وعمرها أسبوع واحد فقط. يعني زي ما قلنا لحضراتكم ان نسناس العبلنج السوداني بيختلف يعني في فترة الحمل. فترة الحمل هنا بتكون 5 شهور ونص فقط، والفطام بعد 6 شهور،
وليه طبيعة خاصة جدا. يعني نسناس العبلان السوداني وبيلقى اقبال كبير من الوافدين والزائرين لحديقة حيوان اسكندرية طبعا لمظهره الجذاب وكمان حركاته الذكية جدا. زي ما احنا شايفين يعني النهارده اقبال كبير جدا على حديقة حيوان اسكندرية في اول ايام عيد الفطر المبارك. ويعني اكتر الاماكن المحببة واللي بتشهد اقبال هو منطقة القرود والنسانيس، وهنا نسناس العبلنج السوداني يعني ذو الوان جميلة وذكاء كبير. يعني زي ما احنا شايفين اقبال كبير النهاردة على حديقة حيوان الاسكندرية وقضاء اول يوم في عيد الفطر المبارك. متابعينا متابعي اليوم السابع، شكرا لحضراتكم. كنت انا معكم جاكلين منير مراسل يوم السابع في الاسكندرية، شكرا.